عسلامة. ملك دربيلي أصيل مدينة تثبيط لولاية القصرين. ما نعطيك صوتي كان بكلمة بطبيعة موجهة للديبوتي، ما نعطيك صوتي إلا ما إحنا بصراحة نحسوا اللي سبيطلة أو القصرين هي المشكلة اللي جاتوا هي في الدولة مش في الولاية. الدولة هي اللي تمثل مشكل لأهالي سبيطلة والقصرين. وإحنا عنا في علاقة بالمسألة هذه نحب نحكي على التنمية، لأن التنمية هي أساس كل تقدم وأساس كل غنى، وعلى هذا الأساس نمشوا دروا وبيت في علاقة بالفلاحة في السياحة وفي البنية التحتية. يعني إذا كنت تحدث على السياحة عنا فولي واحد نخدم عليه اللي هو تسجيل المعلم الأثري بسبيطلة وحيدرة ضمن التراث العالمي، وهذا مشروع جهوي يكون معناها يقطع مع سياسة العبور. كي نتحدثوا على الفلاحة، الفلاحة ما فيهاش علم كبير، فلاحة وفي ثم زوز قوانين مكبلين للفلاحة في الجهة واللي السبب فيهم هي الدولة. القانون الأولاني هو الأراضي الأحباس والاشتراكية اللي لابد أنه يلقوا لها حل باش الناس يعانيها من جهة يعطيك إمكانيات الحصول على قروض والمشاريع للتنمية وغيره، ومن جهة أخرى الأرض ما يحلكش مشكلتها وتبقى أرض أحباس. على هذا الأساس لابد من تغيير صبغة الأرض اللي هي معناها من أرض فلاحية إلى أرض معناها أرض الصالحة للاستغلال. هذا كيف كيف لابد أنه نقول حل. يبقى ديبوتي ما نعطيك صوتي كان تكون في مستوى تطلعات الجهة.